صل على السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذا وضعنا الأنظمة والشعوب في جدول من صنفين أو من قاطرتين أو من جهتين، فالحق دائما للشعوب والحق دائما على الأنظمة. النقطة الثانية، الجور دائما من الأنظمة والظلم يقع دائما على الشعوب. لا يمكن أن يتخيل أحد أن شعبا ظلم نظامه، أو شعب جار على نظامه. وأهم مفارقة بينة جدا بين الشعوب والأنظمة، أن الأنظمة زائلة والشعوب باقية.